عم تتأمر علينا؟ إيه ما صار لك بالقصر إلا من امبارح العصر. عمي أنا معكم مالي حكي بنون. هلا بيجي أيمن بيكم نشوف. ليش صوتكم طالعة ومتجمعين هون ولا؟ أيمن أفندي، من أمتى كان في علينا رقوب؟ ليش عم تعلي صوتك بوشي ولا؟ من اليوم. إذا أحمد شاف أي واحد مقصر فيكم وشكاه بدي حاسبه. وإذا أحمد اتجنى على حدا تعوا قولوا لي وأنا بتصرف معه. مفهوم؟ مفهوم أيمن أفندي. وأنا من اليوم مو أيمن أفندي. أنا شو يا أحمد؟ أيمن بيك تاج راسي. واللي ما عجبه يورجيني عرض كتافه. يلا على شغلكم يلا. ما سمعوا شو هالبيت؟ يلا شوف كل واحد شغله. شو أنا؟ ورانا نزل يلا. لك على راسي تاج راسي. نورت الوكالة والله. لك أحمد لا تندلق علي كثير قدام الشغيلة. لك إذا واحد منهم شكاك يا ويلك. بتمون تاج راسي والله بتمون. بطرة تاج راسي يجوا اثنين من الدرك وسألوا عنا على رياض بيك ودوياك بالسرايا. خلاص ما عاد في يصبر. على شو بده يصبر؟ وانت شو دخلك؟ ما خصك روح. صحيح شو دخلني؟ والله ما خصني. عن إذنك تاج راسي